السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. ليش تلوذ؟ إذا كان الزكية تلوذ بالباب حتى ما تصدها عيون الأجناب، ما كانت لابسة حجابها الخارجي فخافت يشوفوها. إذا كان الزكية تلوذ بالباب حتى ما تصدها عيون الأجناب، زينب لاذت بدخان الأطناب. شلون أم وشلون بنت؟ إذا كان الزكية تلوذ بالباب حتى ما تصدها عيون الأجناب، زينب لاذت بدخان الأطناب. وإذا كان الزكية تصيح يا ياب يا بويا يا ياب، زينب من تصيح بصوت تنصاب. وإذا كان الزكية تصيح يا ياب، زينب من تصيح بصوت تنصاب. الزهراء توقف على قبر أبوها تقول له يا أبويا يا أبويا، جنة كل هالناس مديون مديون. يا أبويا جنة كل هالناس مديون، وجو للبيت للعتبة يطبون، لذت بالباب تسترني من العيون. يا وسف عليك قلبي يحترق عليك. بويا لذت بالباب، لذت بالباب تسترني من العيون، عصراني وانا خلف الباب يدرون. والله يا بويا يدرون. بويا عصراني 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 وانا خلف الباب، خلف الباب خلف الباب يدرون. والله خلف الباب يدرون 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 يدرون. قلبك بعده ما محترق، خلي أنجمة. النبي لما يوم الخميس لما طرد الصحابة عنا من قالهم ائتوني بدوات وكتف، قالوا يهجر، طردهم رسول الله. واختلى بأهل بيته بعلي وفاطمة والحسن والحسين، نزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله هذا حنوط من الجنة، خلي أمير المؤمنين يخلي لك منه ويخلي بقية منه لفاطمة، وفاطمة هم ختخلي بقية منه لعلي وعلي للحسن، وينتهي هذا الحنوط. رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم تبكي خير، شنو شبيه؟ رسول الله قاعدين أولاده يم الحسن الحسين وأمير المؤمنين فاطمة، قال له علي هذا نزل لي من الجنة حنطني به يا أمير المؤمنين، وخلي لك بقية وخلي للزهراء بقية، وراح يزود منا إلك ويزود منا للحسن، حنط الحسن به وكفى. أبو السجاد كان واقف أبصب أم الزهراء، قال أم فاطمة نزاني جدي رسول الله. شو رسول الله ما قالوا خي خلون للحسين شوي، قال للحسن وكفى. أنا ما أستاهل حنوط من الجنة أمه يا فاطمة، كسر خاطري رسول الله. فاطمة التفتت للنبي قالت لحبيبي يا رسول الله الحسين يعتب عليها. قالها ليش يا فاطمة؟ قالت لأنت قلت إلي والعلي وللحسن وما ذكرت الحسين. قالها فاطمة الحسين ما يحتاج عنه. هسا انكسر قلبك. ولهذا أم المصائب والأحزان يوم العاشر صاحت لا تابوت عندي ولا قبر محفوظ. أنا لا تابوت عندي ولا قبر محفور، لا ماي وستر يا حسين لا كابور.
يا وسف عليك يا ابو علي، حكي يوجع القلب يا ابو عبد الله. زينب ليلة 11 صاحت ابلم علي الليل وازدادت الوحشة، وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدجة بدجة. اي زينب يا با ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة بدهشة بدهشة. ايه وشيخ العشيرة حسين ما حد شايل نعشة. ليلة جمعة حبيبي يا ابا عبد الله، ضيوفك ابا عبد الله مروتك سجلنا من زوارك عليك أمك فاطمة. وشيخ العشيرة حسين، شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة. عليك الحسين اقرأ وياي ليش ساكت. وشيخ العشيرة حسين ما حد شال. بالله عليكم هذا الحضور وهذا الجواب مع الأسف. وشيخ العشيرة حسين ليلة الجمعة ما حد شال أعلى. وشيخ العشيرة حسين ما حد شال. بعدين ايش قلت يا زينب؟ تقول لأخويا تعنيت لك واللعان مخطوب. اختم بهالابيات ليلة جمعة يا ابا عبد الله. ابو فاضل تعنيت لك واللون مخطوف وقلوبنا ترجف من الخوف. الله الله انا ردتك الحالي.